ترخص لي ودي، بدي اروح اسلم على امي. انت بهالعمر تروح تشوف امك؟ حنت لها طال عمرك، بدي اروح اسلم عليها. روح لا توخر. هلا يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يما. الله يسلمك يما، طولت الغيبة يا حبيبي، وين كنت؟ وين رحت؟ شلونك عمة؟ ما أنا بخير. كلنا ما حنا بخير. وش اللي رجعك يما؟ غليس غليس رجع للديرة. أدري يما أدري. وش دراك؟ رجعت معه. رجعت مع غليس؟ وش السالفة يما؟ السالفة يما إن يوم هفيت على وجهي من الديرة من فعال أبو جويبر وغيره، لقيت غلاس ورجاله بالبطين. الله أكبر الله أكبر من جهد البلا، صرت من رجال غليس؟ الشيخ صايل صار من رجال غليس؟ ورجعت معه يا عم. قعدت معه كل هالمدة وما عرفت تذبحه؟ ما قدرت تاخذ بثارك منه؟ ما حد يقدر على غليس يا عم. ليه؟ ما انت رجل؟ أنا كفي بلاتش نوفا، كفي بلاتش. وش نفع البارودة؟ وش نفع قانيها؟ يما غليس بده ياني حده، بده ياني صب له قهوة. ايش تقول؟ صباب قهوة؟ الشيخ صايل يصب قهوة؟ ليه؟ ما قدرت تذبحه وتخلوه بمطبه بفراشه؟ ما حدا يقدر يصله يا عمه، رجال محوطينه ما حدا يقدر يصله هو يذيه. لو كنت رجل، لو كنت رجل كنت تقدر. كفي بلاتي نوفا. الزول زوله والحلايا حلاياه، والفعل ما هو فعل ضعف الخصايل. روح ما تهلي بالشيخ يا نورة. هلا هلا بالشيخ. صايل قهويني. صايل قولوا فعل. شلونك يا نورة؟ ما أنا بخير، هين أشوفه. والله زمان عشت. صايل يصب قهوة ببيته ولضيوفه، مو هو ببيتك. صايل ولد شيخ. نوفا ما انت ملاحظة ان لسانك بعده طويل؟ ترى اقصه. نسيت يوم ان عمي رحم الله عليه سرحني مع الرعيان؟ ليه صايل ما يسبق هو للشيخ غليس ولد رماح؟ انت ما تنسى، ما تنسى ابد. لا ما انسى، ما انسى وما سامح بعد. كل يوم افكر بيكم، كل يوم. مرة حلمت انك جاي يمك ودش تذبحين وتقولي اه يا غليس، ودي اخذ جبدك ولوك بسنوني. انا ما انسى شيء. قهويني قهويني. الحقني